عليكم ومرحبا بكم في قناتي غزال بيوتي، وبغيت نرحب بكاع الناس الجداد اللي دخلوا عندي لاشين ديالي. كذلك الموضوع اليوم هو موضوع اللي بزاف منكم طلبوني، كيفاش غيزلان كتاخدي لي تصوري لي فوتو بوحديتك وما كتحتاجيش شي واحد اللي ياخذك لي فوتو، ولا كتحتاجي مثلا شي اباري نيميريك لي بروفيسيونيل اللي كتعطيك لا فوتو زوينه. انا ما كنعتمدش على هادشي، انا كنعتمد على التليفون ديالي، كنعتمد على التي تيليكوموند ا ديستانس، كنعتمد على رينغ لايت، وكنعتمد على تيبلي تريبلي. انا غادي نوريكم دابا هاد الادوات اللي عندي، ومن بعد ننتقلوا كيفاش كناخذ لي فوتو. الادوات اللي خصني باش ناخذ تصويره بوحديتي، اول حاجه خصكم هاد السيركل لوميير، هنا فين كنحطوا التليفون. سيركل لوميير كتحتاجوا لا لوميير فاش يكون مثلا ظلام، دابا كاينه الشمس ما محتاجاش. كنحتاج تريبلي، ولا مارك اللي كنستعمل انا هي هاد لا مارك نيوير، كومونديتها من امازون. صراحه جو روغريت با، نفعني بزاف. بلوس هاد البتي لافون افونتاج اللي عندهم هاد التليكوموند اللي كتحكم ا ديستانس، يعني مسافه بعيده كتقدري تحكمي في لا فوتو ديالك. كيفاش؟ يعني ملي كتحطي التصويره ديالك هنا، التليفون ديالك هنايا، كتاكتيفي لاباري فوتو ديالك، ومنها كتكوني ديجا اكتيفيتي البلوتوث في التليفون ديالك. وهنايا فيها هاد النقيشه هنايا، اما كتطلعيها اما كتهبطيها. ملي كتطلعيها انا نوريكم غتولي بالبلو، هنا كتكلينيوتي اون بلو، سادير البلوتوث الى اكتيفي. يعني وانا بعيده التليفون راه كيكون محطوط هنايا وديجا مخدامه لاباري فوتو محطوطه، زعما كيما باينه انني غناخد التصويره، كنكليكي من بعيد وهي كتاخذ لي التصويره، كندير البوزيسيون اللي بغيت وهي كتاخذ لي التصويره، وانا كنابوي. كذلك الا بغيتي ديري فيديو كتكليكي هنايا وانت بعيده والفيديو كيتاكتيفا، وكذلك الا بغيتي تحبسيه كتكليكي هنايا وكتحبسيها. طريقه سهله، انا غنوريكم كيفاش وانا بعيده كناخذ البوزيسيون ديالي اللي بغيت. فوالا ميزامور، طريقه سهله كما دابا انا كنوريكم باش اكتيفيت الفيديو ديالي وانا بعيده. شديت التليكوموند، ابويت في البوطون اللي عندها هنايا، كاز اكتيفي الفيديو. وكذلك الا بغيت نحبس الفيديو كنكليكي غير في البوطون اللي عندها هنايا اللي ديجا اكتيفي بالبلوتوث. المهم هاد لاباري كتخدم غير بالحجره كما كتشوفوا، حجره سامبل كتبدليها ملي كتسالى. المهم جيسبر تكون مازال خدامه. فوالا ملي كتكلمني بحال هكا يعني راه مازال خدامه الحجره. غنوريكم يعني فوالا كتشوفها كتكلينيوتي اون بلو، يعني راه خدام البلوتوث. ثاني حاجه مثلا بغيت ندير فيديو، البنات اللي كيبغيو يديروا فيديو عطيو لا فالور للفيديو ديالهم، حاولوا دائما تاخذوا الفيديو ديالكم بالعرض، يعني التليفون كتحطوه طويل وميليو ديال السيركل ديال لوميير. ثاني حاجه ملي كتبغي تاخذي تصويره حاولي لو فون ديالك ديغيغ يكون فيه بزاف ديال الحاجات، ما تكونش حاجه سامبل، ولا كانت شي حاجه سامبل حاولي انت تكوني لابسه شي حاجه كولور، باش حاولي يا دي تكنيك فاسيل باش تعطي لا فالور لا فوتو ديالك ولا لا فيديو ديالك. ثاني حاجه ملي تبغي تاخذي تصويره حاولي التليفون ديالك تاخذيه طوله هكا افقي ماشي عمودي، جيسبر يكون هكا المعنى، هذا عمودي وهذا افقي. ملي تبغي تاخذي التصويره ديالتك حاولي تاخذي التليفون هكا تحطيه او ميليو ديال السيركل لوميير، وانتي تبعدي شويه ماشي بزاف، وتكوني انتي اون فاس الشمس، يعني الشمس راها فوق الرينغ لايت ديالي، يعني راها الفوق وانا اون فاس الشمس. علاش؟ باش كتعطيك اضاءه، كتعطيك كليراج. شوفي وانا في الظل كي تيبان الوجه ديالي، وشوفي انا في الشمس كي تيبان الوجه ديالي. سا شونج لا لوميير هي كلشي، بالاضافه للطبيعه اللي كتعاوني باش كناخذ تصويره زوينه. مثلا بغيت ناخذ تصويره راه دائما كنعتمد على هاد البتي تيليكوموند. الا ما كانش عندك هاد البتي تيليكوموند كاينه طريقه واحده اخرى سهله، كتحط ولا ما كانش عندك حتى الرينغ لايت، كتحط التليفون ديالك مثلا في شي حيط، كتحاولي يكون من اللور واحد البو دو فلوغ اللي كتحطي عليه كتكلي التليفون ديالك. هادي ادوات تاخذي فيها التصويره ديالك هادي في الاول باغ اكزومبل ملي ما كانش عندي رينغ لايت. صراحه هادي الطريقه باش كنت ناخذ لي فوتو، كانش التليفون ديالي كندير واحد الحبق من اللور، كنحط التليفون القدام كنبعد، مي التليفون ديالي اي اباري فوتو اللي عندكم نتوما ملي كتبغي تاخذي لا فوتو راه كتكون الفوق واحد مينيتور، يعني كتحاولي تغيكلي لا فوتو ديالك غير بالساعه، كتكون مكتوبه اما 10 مينوت 10 سكوند واما 5 سكوند واما 2 سكوند. انا كنت ندير لها 10 سكوند، راه دائما في التليفون ملي كديري اباري كتكون الفوق كتكون مكتوبه اما دائره وكتكون فيها لي مينو لي سكوند، كتكون مكتوبه اما 10 اما 5 اما 2. كتحاولي تاكتيفي هذيك 10. علاش 10؟ كتعطيك الحق فين تاخذي التصويره
وهي كتحبس تحسب حتى لحد 10. درتي 5 يعني كتحسب حتى لحد 5، درتي 2 كتحسب 1 2 كتاخد التصويره تشك. انا كان عندي الاسات مش بحال هادي، كتاخدي 3 فوتو او ميم طون مع الاس 20 اوترا، كتاخد غير تصويره وحده، ولكن وانتي بعيده ماشي مشكل. باش تبداي بحال هكا، هادي حتى هي طريقه باش تاخدي التصويره بوحديتك. كتغيكلي المينيتور ديالك اللي كيكون في الاباراي ديال التليفون ديالك، كديري 10 سكوند كتديري اوكي في لا فوتو، واحد بحال غتاخدي التصويره غديري اوكي، كتبعدي اللور، كتاخدي البوزيسيون ديالك اللي بغيتي، هي كتحسب حد 10 وكتاخدك لا فوتو، كتمشي كتشوفيها عجباتك هي هادي كتكارديها، ما عجباتكش كتيفاسيها. هادي باش كناخد وقت، كنربح وقت وما كنمشيش كل خطره نشوف التليفون ديالي. انا بعيده كنحاول ندير البوزيسيون اللي بغيت، باغ اكزومبل بحال هكا بغيت ناخد هاد البوزيسيون، كنكليكي بهاد هاد لاباري، كنحاول نخبعها اللور بحال هكا بيدي وكنكليكي عليها وهي كتاخدي لا فوتو. سامبل كما هكا خديت البارح لي فوتو اللي بغيت في انستغرام، راه كاع التصاور اللي كنحطكم في انستغرام راه سي باغي لا ميم تكنيك. المهم كنحاول نشرح لكم باش نقرب لكم كيفاش تقدروا تاخذوا دي فوتو اللي يعاونوكم باش تكبروا انستغرام ديالكم ولا سناب شات ولا اي حاجه ديال لي ريزو سوسيو ولا لي فيديو. المهم انا حاول نقرب لكم الطريقه كيفاش تاخذي تصويره بوحديتك بالاذا بلا رينغ لايت ولا بلا بالرينغ لايت. المهم كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف وفهمتوني، ولا عندكم شي تساؤلات وحده اخرى حاولوا تصيفطوها لي في الخاص، خليوا لي لي كومونتير ديالكم. وحاجه وحده اخرى بغيت نقول لكم، كنبغيكم كنموت عليكم.